طيب هلا اليوم محاضرتنا عن ديسكريبشن لوجيك. اخذنا في المحاضرات السابقه اخذنا البروبوزيشنال لوجيك واخذنا كيف نعمل ريزنينج على البروبوزيشنال لوجيك واخذنا بعدين الفيرست اوردر لوجيك كيف نعمل السينتكس والسيماتكس تبعه واخذنا كيف نعمل ريزنينج. هلا اليوم حندرس ديسكريبشن لوجيك. واو ثلاث انواع لوجيك. طب ليش عملنا الفيرست اوردر لوجيك؟ لانه البروبوزيشنال لوجيك كان ما بنقدرش نحكي فيه كثير مزبوط. طب هذا اللوجيك المناسب للبروبوزيشنال لوجيك والفيرست اوردر لوجيك هم لوجيكس قديمه جدا. البروبوزيشنال لوجيك كثير جديد بالتالي اتوقعش حتى موجود عندكم بالكتاب عنه شيء وكتاب الاي اي. واحد اثنين مش يعني مش ناس كثير بيدرسوه لانه كثير جديد الموضوع اب تو ديت. هلا البروبوزيشنال لوجيك مهم جدا لانه كمان طبيعته بتختلف. طيب شو يعني البروبوزيشنال لوجيك؟ بعرفش هذا السلايد ليش هيك شو اللي صاير بس هذا اللي بتطول عنه المحاضرات. هلا محاضرة اليوم حتبقى عن why, what and why description logic. حنوخذ description logic اسمه ALCO. ما خدناش propositional logic اسمه كذا لكن حنوخذ propositional logic اي propositional logic مزبوط. ولما خدنا الفيرست اوردر لوجيك برضه ما خدناش اسمه مزبوط. لا description logic فهو مش لوجيك واحد هي اكثر من لوجيك اسمه ديسكريبشن لوجيك. حنركز احنا في محاضرتنا عن الاي ال سي بعدين حناخذ اللي بنسميه ريزنينج سيرفيسز مش انفرنس ميثودز ريزنينج سيرفيسز للديسكريبشن لوجيك. الريدنج ماتيريال كل شيء مش من الكتاب كل شيء من السلايدز وكل شيء انا بحكي لانه السلايدز فيها شغلات وانا بحكي كمان شغله زائد هاي في كتاب هاي اللينك عليه. انا بس بدي من صفحه 5 الى 44 مقدمه هذا كتاب اسمه Introduction Description Logic مقدمه صغيره بس. طبعا جزء من السلايدز انا ناخذه من حد اسمه انريكو فرانكوني من ايطاليا بس مع تعديلات كثيره جدا ومش كل السلايدز خليكم انتبهوا. في هذا السكشن زي ما قلنا اللي هو بس انا مطلوب منكم سكشن 2.1 و 2.3 هاي ريدنج ماتيريال للمحاضره. هلا واي ديسكريبشن لوجيك كانت مشكله نراجع شوي كانت مشكله الفيرست اوردر لوجيك البروبوزيشنال لوجيك انه كان ضعيف ما بقدرش اقول عنه ما بقدرش اقول فيه اشياء كثير صح؟ فعشان يكون مور اكسبريسيف فعملنا ايش؟ عملنا فيرست اوردر لوجيك. على فكرة مش احنا اللي عملنا، هذا اشي من مئات السنين الفيرست اوردر لوجيك بتطور. ولكن هناك في مشكلة كل الريزنينج ميثودز اللي اخذتوها عن الفيرست اوردر لوجيك كلها كانت مش كومبليت او سوري مش ديسايدبل مزبوط؟ يعني انا بيعطيني ريزنينج ميثود للفيرست اوردر لوجيك ديسايدبل. شو يعني ديسايدبل يا مصري؟ شو يعني ديسايدبل يعني؟ شو يعني سيمي ديسايدبل يا نورا؟ كمان مرة؟ إذا في جواب رجع لك نعم صحيح، إذا في جواب كان برجع لي بس إذا فيش جواب بضمنش يرجع لي أو ما يرجع ليش؟ باخذ وقت ف يعني بنسميها the problem is far too complex أو semi decidable أو undecidable. هلا فبدنا لوجيك يكون ديسايدبل ها؟ شو يعني لوجيك يكون ديسايدبل؟ انا دائما بضرب مثال الفرق بين البروبوزيشنال لوجيك والفيرست اوردر لوجيك كالتالي. بتحكوا لغه عربيه انتوا صح؟ بتعرفوا قواعد اللغه العربيه مظبوط؟ تقدروا تعملوا برنامج اللي يعرف كل اي جمله باللغه العربيه؟ لانه القواعد اللغه العربيه كثيره جدا برضه
قتل محمد خالدا وخالد قتل محمد. يعني بتقدر تحكي الاشي بمئة طريقة. بالتالي اي برنامج نيجي نسويه حيكون تعقيداته عالية جدا جدا جدا. مظبوط؟ ليش؟ انه قواعد اللغة العربية سينتاكس تعال اللغة العربية واسع جدا بحيث انه يمكنك تحكي الشغلة باكثر من طريقة. بالتالي اذا عشان انا اعمل برنامج يقدر يفهم جمل اللغة العربية مش فقط اني اظل اطور على برنامجي، انا ممكن اسوي شيء ثاني. تعرف شو الفكرة؟ انا بديش اسمح في كل قواعد اللغة العربية، يعني بدي اجي اقول ممنوع يبدا الفعل قبل المبتدا مثلا. هات نقول ممنوع تبدا قتل محمد خالدا، لازم يبدا ومش خالدا قتل محمد. هات نتفك يعني حددت من القواعد، حددت من القواعد، خففت من القواعد، ضليت اخفف من القواعد، اخفف من القواعد لحين ما عملت برنامج بيقدر يعمل بارسينج لكل جمل العربية. كيف الحال؟ بس مش عملي كثير. تعرفين شو تعرفي شو الكينة؟ انا طبعا هون عم بحكي مجازا، كل هذا الكلام مجازا. الكينة هي انه لا بل حتى لما حديتي لازلتي وبرنامجك صار يعمل بارسينج لكل شيء، لازلتي بتقدري تقولي كل اللي بدك اياه بالقواعد الجديدة، او 99% من اللي بدك اياه، او 90% من اللي بدك اياه، او بتقدر تقولي اشياء مهمه. يعني الفيرست وبالتالي يعني هون هي عملت انا از انالوجي الفيرست البروبوزيشنال لوجيك، سوري ديسكريبشن لوجيك، هو فيرست اوردر لوجيك. بس مش كل شيء مسموح. مش كل شيء مسموح. طب شو المسموح؟ هلا بنشوف. في له سينتاكس، حددنا السينتاكس، عملنا اند اور ونط فور اور ذا اكزيست، بعد الموجوده. بس بنكتبن بصيغه معينه بطريقه معينه، فبالتالي عملنا وكأن قواعد جديده مشتقه من قواعد الفيرست اوردر لوجيك، طلع عندنا لوجيك جديد وسهل. شفتي شو هلا هذا اللوجيك الجديد اذا نورا كتبتي فيه بيطلع ديسايدبل. شو يعني ديسايدبل؟ يعني هلا بنقدر نعمل ريزنينج واحنا مرتاحين، بروحش الكمبيوتر يعلق وما يجيب لناش نتيجه. وضحت الصوره؟ اه مهند؟ طيب في شيء ثاني بدنا نعرفه عن الديسكربشن لوجيك. الشيء الثاني شو اسمه هو؟ شو يعني ديسكريبشن؟ وصف. طب ليه مش بروبوزيشنز؟ اوكي، معمول هذا اللوجيك عشان يوصف الدومين، بمعنى وصف بنسميه تيرمينولوجيك. ولا هاي بنشوفها اخذناها محاضرة شيء. فالصفتين المهمات ديسكريبشن لوجيك وواي ديسكريبشن لوجيك، انه اول شيء اقدر عملت انا قواعد جديده وسهله بحيث انه انا اقدر اعمل ديسايدبل ريزنينج، واحد. اثنين عشان اعمل ديسكريبشن للتيرمينولوجي للفوكابيولاريز، يعني اكتب قاموس، اجيب قاموس المحيط وكل شيء تعلي كتاب اكتب كتاب ايكوال كذا 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 كذا، بط مش بشيء عام زي الفيرست اوردر لوجيك بروبوزيشن. هذا ممكن. هلا فبنقول الديسكربشن لوجيك از ا ديسايدبل فراجمنت اوف فيرست اوردر لوجيك، يعني فراجمنت هون يعني جزئيه من الفيرست اوردر لوجيك اخذناها شفنا انها ديسايدبل وهي سميناها ديسكربشن لوجيك. طبعا دائما لما في لوجيك في ريزنينج بروسيجرز. البيسك كونستراكتس بالفيرست اور بالبروبوزيشنال لوجيك، هي بروبوزيشن.
مظبوط؟ ها؟ والبيسك كونستراكت بالفيرست اوردر لوجيك شو هي؟ بريديكتس واشياء بينها، مظبوط؟ هلا طب البيسك كونستراكتس بالديسكريبشن لوجيك شو هي؟ كونسبتس وريليشنز. هلا بدنا نشوف كونسبتس وريليشنز. هلا بس من هذول بقدر اعمل كومبلكس كونسبتس. ها؟ شو هذا؟ نشوف جمله مكتوبه بالديسكريبشن لوجيك. بنقول هيومن ماذر هي سبسيت. اها سميتيها سبسيت. نقول هي فيميل and there exists has child dot person. بمعنى اول شيء هذا concept، هاي concept صح، وهذا child relationship. على فكرة human mother is a concept و person is a concept، مزبوط؟ طيب هلا هاي اوه هاي اول مرة بتشوف هذا هاي الإشارة، بس طوال انتو قلتوا عنها subset يعني مش غلط، هي بتشبه السبس. طيب وهاي اند، اول مره برضه بتشوف شكل اند هيك صح؟ يعني بدل ما نعملهم هيك عملناهم في الهم كره مع زوايا. بس الدير اكزيست اول مره مش مكتوب هيك صح؟ نكتب الدير اكزيست مع ريليشن، على فكره او فور مع ريليشن دوت بيرسون. فشو يعني؟ يعني شو يعني الهيومن مرة؟ هي نجيب هي الانترسكشن بين كل شيء في الدنيا فيميل، البسة والبقرة والفرس، وبعدين بنقول المرأة، كلهم هذول مع بعض اسمهم فيميل، مزبوط؟ مجموعة كل هذول المرأة تقاطع مع كل الاشياء اللي في الدنيا اللي عندها ولد دوت بيرسون. هلا اللي عندها ولد لحد هلا هاي على فكره مش هيومن مذر، صارت مذر دوت بيرسون عشان جي. هلا اذا لما بكون الاشي في ميل وعنده ولد قد يكون البسي او الفرس او، بس اذا قلت هذا الولد بيرسون معناته صارت اكيد هاي هيومن مذر، مزبوط؟ هلا بالتالي يا شباب في عندنا هون هاي تقرا الدومين تبع الريليشن، مش كل الريليشن شيب الها دومين ورينج، انا قريت رينج بس مش الها دومين ورينج، بنقول هاز تشايلد اكس واي صح؟ لما نقول هاز تشايلد اكس واي، اكس شي هي؟ الدومين والرينج واي. مرات بنقول اكس هاز تشايلد واي، مش هيك بنقراها؟ هلا كيف بنقراها هلا بالديسكربشن لوجيك؟ بنقول ما بنحطش اكس، مش حاطين الدومين احنا بالمناسبة. أي شيء أي شيء فيش دومين له، ومع آخر الدومين بيجي هون بس. أي شيء الرينج أي ريليشن شيب اسمها هاز تشايلد الرينج تبعها بيرسون. فهمتوا علي؟ طيب هاتوا نشوف مثال اخر. تيتشنج اسيستنت هو تعريفه هو نوت اندر جراجويت، يعني جيبوا لي كل نوت اندر جراجويت من في العالم كلهم اي شيء، ان شاء الله بتزبط على الكمبيوتر نسميه اندر جراد جيبوه مش مهم، بس كل مجموعه الاندر جراد في العالم نستثنيها، كل الناس احنا نكون نار، فبالتالي تيتشنج اسيستنت هو كل واحد مش اندر جراد او بروفيسور، هذا بنسميه تيتشنج اسيستنت. هذا طبعا بالديفينيشن تبع مش شرط الواقع. لا بجوز يكون بروفيسور اندر جراوند، بمعنى مش مهم، خذ مجموعه الاندر جراوند ومجموعه البروفيسورز
واليونان تبع سوري النط اندر جراد والبروفيسور اليونان تبعهم هو بيطلع مجموعه التي ايز تيتشنج اسيستنت. فيش رينج هاي كونسبت، الكونسبت ملوش رينج صح؟ ريليشنز. هلا هذا الكلام بالفيرست اوردر لوجيك كيف بنكتبه؟ فور اول اكس تيتشنج اسيستنت اكس اف not undergrad X or professor X. ليه؟ ها نروح نشوفها. Teaching assistant equal هاي subset وهاي equal. Not undergrad or professor. شو الفرق؟ وهاي على فكرة ها هي جملة هاي نفسها بس لاحظ الفرق بين on و on. لاحظ؟ الأولى بتقول teacher assistant جزء منها. الثانية teacher assistant هم exactly equal اليوم. تقرأ من النقاش. طيب هلا في عنا أكثر من نوع propositional logic. في عنا أكثر من نوع. يعني الفكرة اللي بنقولها كالتالي. مش إحنا كلنا أجوا العلماء وقالوا هاتوا first order logic جيبوا منه مجموعة صغيرة. ها جيبوا منه مجموعة صغيرة. ديسايدابل فاجى اكثر من حدا وعمل اكثر من لوجيك. واحد اسمه اف ال وهي الريفرس او ها لوجيك ثاني اسمه اي ال سي ولوجيك ثالث اسمه شوي على فكره طلع منه شيء جديد اسمه سترويك ولوجيك ثالث اسمه دي ال ار اي دي اف. وفي على فكره مش بس هذول في اكثر من كثار اللوجيكس description. طب اروح احسن واحد شو الفرق بينهم؟ هاتوا بس نشوف شو الفروق بينهم. هاي اول ما طلع فيش في اشي سنتكس تبعه في عندي تخيل وكونسبت وكونسبت وعندي الاف وعندي مرات نقول مثلا سي او دي اف اي او يعني هاي كونسبت باختصار هاي كونسبت مظبوط او هاي كونسبت يعني كونسبت ايش يعني ايش جاي من انترسكشن بين شغلتين اها او هاي كونسبت على فكره هاي كونسبت كل ما هي ريليشن اكثر صح بقول لك ارجع لكم مظبوط هاي ريليشن صح بس كلهن على بعض بيعملن كونسنت هذا الكونسنت شو هو؟ هي الاشياء اللي عندها اولاد والاولاد هذول ناس هي الاشياء لاحظ انا بحكيش عن الاولاد انا بقول هي الاشياء اعطوني هيك بقول اعطوني كل الكائنات الحيه اللي عندها اولاد واولادها ناس بيجوني الابوي والامهات صح بقول التقاطع انها الاناث فبيطلع عندي هون فكلها مع بعضها بتعمل كونس فبالتالي عندي هاي فور فور اول ار دوت سي سي ها بيكون الرينج ل الار او في عندي there exist r هان وهي عندي شيء ثاني لوجيك ثاني اسمه ALC الفرق بينهم انه واضح انه هذا بيسمح في بيسمح في ايش هاي شيء هاي يعني وها او بنسمي هاي الطب وهاي البطن هاي مجموعه كل شيء مش ترو هي مجموعه اللي فيها كل شيء كل العناصر كل الاوبجكتس اللي في الدومين ها اوكي بس هي بالاخر احنا بنشوفها كمجموعه فيها كل العناصر اللي في الدومين كل الاوبجكتس هاي المجموعه هي المجموعه اللي فيش فيها ولا اوبجكت في الدومين يعني بنسميها بطن هاي بنسميها توب هاي بنسميها بطن لاحظوا كمان هاي في هذول الطب والبطن وين موجودات هو لا طيب هاي شيء هي نط موجودة هون؟ لا على فكرة كمان هاي
هلا شلون هذول على فكره الاي ال سي هو لوجيك صغير برضه بس ماله مور اكسبريسيف. شو يعني مور اكسبريسيف؟ نقدر نعبر فيه اكثر من الاف ال ديسكربشن لوجيك. واضحه؟ هلا طلعوا كيف بس هذا برضه بالواقع العملي ما بكفيش. هذا من ناحيه الاهداف التعليميه المستعمل بالواقع. ها هذا الشوين او سترويك الفيرجن الجديده من اسمها سترويك. هذا فيري بوبولار لوجيك في اكثر من هذول بس مش فيري اكسبريسيف. طبعا ولا واحد منهم بيوصل ولا حتى الدي ار بيوصل ل الفيرست اوردر لوجيك عشان نكون فاهمين. بس هاي ما هو كل ما زدتوا الاكسبريسيفيتي كل ما زدنا الكمبيوتيشنال كومبلكسيتي. بتعرف شو معنى هذا الكلام؟ كل ما زدنا الاكسبريسيفيتي للوجيك كل ما سمحنا ان في التعبير قوه التعبير كل ما قلت ايش؟ كل ما قلت زادت الكومبلكسيتي. كل ما سوري كل ما زادت الكومبلكسيتي الكومبيتيشنال كومبلكسيتي. ها؟ طبعا كل ما زدنا الاكسبريسيفيتي بتزيد الكومبلكسيتي تاع الكومبيتيشنال يعني الحساب طريقه حسابه والبروسيسنج تبعه. هلا هون هذا اللوجيك جاي اكمبرومايز بين الثنتين شلون؟ بينما الدي ال ار هذا they don't care about the computational complexity بدهم يوصلوا لاكثر اكثر لوجيك ممكن يكون decided بغض النظر عن ال computational complexity. طيب احنا بندرس في المحاضره في الـ في, الـ في الكورس هذا بندرس بس الاليانس. هاي الاليانس زي ما قلنا في عندنا primitive concept. هاي على فكرة شي هاي الار الار شي هي لا هون شو كل شيء بقطوها relation. هلا كلمة relation في description logic نسميها role. نسميها ايش role. ما role يعني بغض النظر association ورول وريليشن وريليشن شيب كل وبريديكيت كل نفس المعنى. بس هذول على فكره باينري دائما فيش الا باينري. عارفين شو يعني باينري بريديكيت؟ فيش ديسكربشن لوجيك فيش ترنري بريديكيت. سوري في الترنري بس موجودين بهاي على فكره الانري بس بها بس من هون وفوق فيش كله باينري. ف نسميها رول. هلا هاي التوب هاي البوتوم هاي الكومبلمنت طبعا مع السيمانتكس تبع كل واحد منهم شو بتعمل. هاي الكونجنكشن ديسجنكشن اليونيفرسال كوانتيفاير مع بيجي بس قبل قبل الرول والاكستنشن الكوانتيفاير. اكزامبلز شو هاي بتعني؟ وومن سبسيت اوف بيرسون اند فيميل شو بتعني؟ في عندنا مجموعة كل الأشخاص ومجموعة كل الفيميل والتقاطع بينهم بيعطينا الومن. طيب هاي بيرن بيرن يعني بتزبط أبو أم هم مجموعة كل. طب على فكرة يا علي شو شو تعريف أب أو أم باللغة العربية شو؟ ها؟ ايش؟ لا مش واحد مش هو اي حدا عنده ولد بس مش اي حدا بلاش يطلع يعني حصان ولا فرس فمجموعة كل الاشخاص تتقاطع مع عنده على الاقل ولد
على فكرة بقدر أكيم هاي شو بتيجي إيش تي توب يعني مجموعة كل الأوبجكتس اللي بده يعني ليش ما طالب على فكرة إذا بحط هون دوت بيرسون بقدر أكيم هاي بس بهاي الحالة خلينا نشوف المثال الثاني نرجع له شو تعريف مان شو تعريف مان يا مان كل شخص مش مش انثى كيف ومان لو عندك تعريف مان انه بيرسون تقاطع ميل كان حطيتي مان بيرسون نوت فيميل نوت ميل صح بلى هلا نط بيرا هاي عشان اورجيك شو الفرق بينه النط بيرا شو يعني النط بيرا الناس اللي فيش عندهم اولاد طب كيف بدي اقولها نط كيف نط يعني الطب البطن مشان تحكي لنا اذا هي نط او لا يعني هاز تشايلد نط هاز وانا البطن يعني نط يعني معناها لا يعني معناها ما فيش عنده يعني ابنه فيش عنده ولد يعني في يعني فيش عنده على الاقل ولد يعني الانتي ست نعم صحيح والطوب كل الدومين مجموعه كل شيء مجموعه الكمبيوترز والطاولات والناس والسيارات كل شيء في الدومين واضحه ها في اي سؤال طيب هلا الكونجنكشن الان فهي interpreted as intersection of sets of individuals وهي union of sets of individuals وهي complement of sets of individuals على فكره طلعوا ها انه اقول شو الفرق بين هاي وهاي يا علي كل واحد اسمه علي ما هو مشاكل التوب دير اكزيست اللي هي رول التوب شو يعني حتى الرينج بقدر اكتب اذا هاي تي بقدر هون احط شيء ليش؟ نفس المعنى مضبوط ولا لا؟ نفس المعنى على فكرة كمان إذا النط كونسبت انترسكشن كونسبت بدخل النط وبعكس الإشارة صح؟ وإذا وهاي نفس الفيلم وهاي بتصير there exist وبتطلع هاي وين؟ على هون وهاي نفس الإشارة هذا شو جبت يا أستاذ إيش جديد؟ قلت لكم أنا مش جاي إيش جديد أنا بس جاي أعمل restriction للفيرست أوردر لوجيك طيب الانتربريتيشن شو يعني الانتربريتيشن؟ شو يعني الانتربريتيشن حمزه؟ سمعت حمزه لا اكتر الانتربريتيشن حمزه ما سيمانتكس شو الانتربريتيشن بنقول اي شو يعني اي عندنا دومين وعندنا نسميه انتربريتيشن فانكشن شو بيساوي الانتربريتيشن شو التفسير؟ بقول لك فسر الجمله هاي شو معناته؟ تاخذ هاي الجملة بإيد وبتقول شو الانتربريتيشن تبعها يعني بتاخذ الدومين الواقع وبتاخذ فانكشن نقطة الأمر تبعها اي شو يعني عندنا أول شيء خلينا نقول افري هاي الفانكشن باخذ كل انديفيدوال بالدومين سوري بالجملة كل انديفيدوال بالجملة تبعتك وين بعملها مام؟ على الاوبجكت في الدومين مظبوط على الدومين بعدين باخذ كل كونسبت يعني فاريبل ها كل كونسبت وبعملها ماب على وين على السبست وباخذ كل رول يعني هو بنسميه ريليشن بكون ايه بكون الى سبست اوف ايش الكارتيجن برودكت تبع كل الاوبجكت اللي في الدومين هذا نفس اللي بالفيرست اوردر لوجيك بس بكلمات جديده ما اختلفناش ولا شيء يعني المفروض انكم دارسين
الفيرست اوردر لوجيك مزبوط. فان انتربريتيشن فانكشن هيك بنقوله از ان اكستنشنال اكستنشن فانكشن اف اند اونلي اف ات ساتسفايز ذا سيمانتيك ديفينيشن اوف ذا لانجويج. هلا بنشوف على شيء اكثر جاي برجع. هلا في شيء جديد نتعلمه ما بنعرفوش بالفيرست اوردر لوجيك ولا بالديسكريبشن لوجيك. بالديسكريبشن لوجيك سوري بالبروبوزيشنال لوجيك وبالفيرست اوردر لوجيك احنا كنا نحط يعني شو النولج بيس كان كل شيء مع بعضه. شو النولج بيس؟ سيجما كان نرمز لها مزبوط. نقول نولج بيس انتل سيجما مزبوط مذكرين انتل الفا. هلا بس بدنا نعرف النولج بيس للديسكريبشن لوجيك تتكون من جزئين يعني تختلف على الفيرست اوردر والبروبوزيشنال لوجيك التعامل مع شيء نولج بيس. النولج بيس تسال نولج بيس نفس الشيء بس تنقسم الى جزئين واحد بنسميها كي بوكس واحد بنسميها اي بوكس. شو في بكلمة كي بوكس اقولكم باختصار ايش؟ زي ريليشنال داتا بيس مش كاسمين الريليشنال داتا بيس سكيما لحال والداتا لحال مزبوط. بينما باللوجيك اللي تعلمناه قديما كله مع بعضه الداتا والسكيما انجاز التعبير. هو طبعا فيش سكيما هي ما اسمهاش سكيما الاكسيومز مع الازيرشنز اللي هم يعني بنقول فلسطينيان علي تام حيفا هذول فيهم وكأنه داتا مزبوط. هلا هذول بنحطهم في التي بوكس وهذول بنحطهم بالاي بوكس. يعني هات نشوف مثلا شو ممكن يكون في داخل الاي بوكس التي بوكس. شو في داخل التي بوكس؟ طبعا التي اختصار للترمينولوجي. شو الهابي فاذر؟ شو تعريف الهابي فاذر يا ماني؟ يعني انه هو الرجل وعنده ولد في مين؟ عنده بنت. يعني كل رجل عنده بنت هو سعيد. ها؟ بالعكس. بالإليفانت كل أنيمال كبير وقريب. مزبوط؟ في داتا هون في أزيرشنز ما بنسميهاش داتا، في أزيرشنز لا. شو في كلب الإي بوكس؟ في جون. بنقول جون هابي فاذر، جون هابي فاذر. بنقول جون وميري جون هاز تشايلد ميري مثلا. مش هاي زي البريدكشن زي ايش؟ البريدكشن زي البريدكشن شو البريدكشن؟ تشبه هاي البريدكت قصدك اوكي بس البريدكت هينا ما فيش فاريبلز في كير اتوميك او جراوند بريدكت يعني بمعنى هون بس وكأنها بنحط الداتا يعني بس هون نحطش وكأنه الداتا نقسمهم. واضحة؟ على فكرة ليش اسمه تي بوكس؟ لأنه اختصار لترمينولوجيكال بوكس. طب ليش اسمه ترمينولوجيكال بوكس؟ إذا بتلاحظي شغلة يا نورة إنه وكأنه هون كل إشي بحطه شو تعريف الإليفان؟ شو تعريف الهابيفارا؟ شو تعريف كذا؟ وكأنه هذا اللوجيك معمول عشان شو؟ وصفه عشان يعرف تعريفي وصفي مش عشان يحكي إشي عام زي الفيرست اوردر لوجيك. شفت الميزة الثانية بين الاثنين؟ ها؟ لا شوفي بنفس الفيلم عادي تحط هي ممكن تحطها بقصدي يعني هذول مع بعض اسم كذا اكتب هذول لحال هذول لحال بس هاي اي بوكس تي بوكس ثانية هاد شو تعمل الستودنت يا علي؟ هو هيك كلي هو مجموعة البيرسون مجموعة البيرسون انترسكشن مع اللي هو كل شيء له نيم وكل شيء له ادرس انترسكشن مع كل شيء له ادرس انترسكشن مع كل شيء كل شيء انرول في كورس معناته من لا كل شيء بس بعيدها احسن. شو تعريف ستودنت؟
هو هي جاي الانتركسكشن بين اربع شغلات. اول شغله البيسس، ثاني شغله كل شيء عنده على الاقل نيم واحد، وكل شيء عنده على الاقل ادرس واحد، وكل شيء عنده على وكل شيء انرولد على الاقل في كورس واحد. لحظه، فشو تعريف البيرسون؟ الستودنت هو الانترسكشن بين بيرسون وكل شيء له على الاقل اسم، وكل شيء له على الاقل ادرس. طبعا الرينج هاي سترينجز، وكل شيء له انرولد على الاقل في كورس. طب شو تعريف تيش كورس او شيها؟ شو هم الاشياء او شو وكاني بدي اقول شو الدومين لا تيتش كورس؟ شو اللي بيقدر يعمل تيتش كورس؟ هو من مجموعه الاشياء اللي مش اندر جراد، انترسكشن مع مجموعه كل البروفيسورز. شفت هيك كيف بنطلعهم؟ هلا نيجي ل الاي بوكس. شو ممكن نقول الاي بوكس؟ ممكن نقول علي ذا ستودنت، خلاص على فكره معناته علي بنطبق عليه كله، انرول، فعلي انرول في كورس. هاي لازم تكون هلا بقدر اقول ستودنت او بروفيسور واعملها انستانسيشن. يعني هان شو معناها ديما؟ هي ستودنت او بروفيسور او بقدرش اعرف انت. طيب شو السيمانتكس او شو معنى هاي الجمله؟ في حدا او امانه حكت بدايه المحاضره انه هاي سبسيت، مزبوط؟ هلا شو معنى هاي الجمله؟ انه سي هلا بنسميها سبسيت، اوكي؟ من دي اف، هيك معناها بالفيرست اوردر لوجيك اذا بدك، انه او بالواقع بالسيمانتكس انه الانتربريتيشن تبع سي سبسيت من الانتربريتيشن تبع دي، وهاي نفس الشيء. طيب هاي تقراوا لحالكم، يعني انا عدت الكلام بس بدي اقرا هاي اهم واحد. ان انتربريتيشن الاي تساوي الدومين والفانكشن، السيت تو بي ا موديل. الانتربريتيشن على فكره سكسسفول انتربريتيشن او ترو انتربريتيشن هو موديل للنولج بيس. لا المفروض تعرف شو الموديل. If every axiom في knowledge base is satisfied by the interpretation. وبالتالي بنقول the knowledge base is said to be satisfiable. شو يعني satisfiable؟ لما نقول knowledge base satisfiable يعني if it admits some a model. There exists at least one model. هاي امثلة بس عشان اقول لكم انه هاي وين النولج بيس هو؟ ما بالضبط اثنين هذول. فهل النولج بيس انتيلز انه رامي اذا بروفيسور؟ نفس الشيء ممكن اسال سؤال، هل النولج بيس هاي انتيلز انه رامي از ا بروفيسور؟ اور رامي مش بروفيسور؟ سوري انا لازم احط هذا السلايد. فهمت علي؟ فبسأل أسئلة بالطريقة هاي بتفحصوا بعدين. هلا وصلنا خلصنا إذا بدكم الـ ALS. هلا بدنا نيجي على إشي جديد، على إشي بنسميه الـ Reasoning. هناك زمان بنسميه الـ Reasoning Methods، هون بنسميه الـ Reasoning Services. شو الفرق بينهم؟ هناك الـ Reasoning Methods اللي هو الـ Algorithm اللي بنستعمله عشان نعمل Reasoning، صح؟ هون الـ Reasoning Services مش مهم انواع الالجوريثم هلا، بس في الالجوريثم طبعا، بس بدنا نعرف لو جينا قلنا كالتالي. اماني عملت برنامج بنعطيها التي بوكس والاي بوكس وبعدين بنسال اسئله، يعني بنعطيها المانج بيس بعدين بنسال اسئله. اوكي شيل الاسئله اللي ممكن لا شيل الاسئله اللي ممكن تسمحي لنا بها، هذول بنسميهم ريزنينج سيرفيسز. بمعنى اول شيء كونسيبت ساتيسفاير تسمحينا نسال هيك، هل النولج بيس هل الكونسيبت ساتيسفايبل ولا لا؟
هيك سالي هيك اسمحي لنا سؤال. هل كونسيبت على فكره كونسيبت مش شرط بس كستودنت، ممكن كستودنت ان نوت بيرسون مع بعض، بدي اسالك هل هي ساتسفايبل ولا لا؟ لازم تقدر تجاوبني. شو يعني طبعا هاي كونسيبت وكانه بدك تقول الكونسيبت عشان تجاوبيني، عشان تجاوبيني بدك تروحي تثبتي انه هذا الكونسيبت سوري انه نوليدج بيس داز نوت انتيل هاي سي ايكوال بوتو. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني سي في مش فاضي. ايوه يعني انه يعني ايوه انه انا عشان تثبتي انه الكونسيبت ساتسفايبل بتروحي تثبتي انه نوليدج بيس داز نوت انتيل انه الكونسيبت فاضي. هلا بدك تثبتي بدي اسالك بقول لك هل ستودنت سبسيومز بيرسون؟ على فكره هاي ممكن برضه تكون كومبلكس وهي كومبلكس بس يعني هاي سمبل. هذا الكلام شو بتقولي؟ وكانه بدك تروحي تثبتي انه نوليدج بيز انتيلز انه سي سبسيت من بي. طيب بسالك سؤال، هل كل النوليدج بيز ساتسفايبل؟ سيجما كل النوليدج بحطش شيء هيك بكتب. هل كل على فكره بدك تسويها شو بتسوي؟ بثبت لكل شيء يعني بجزئها بتاخذي كل شيء بكلب النوليدج بيز وبعدين اذا لقيتي واحد منهم واحد اي شيء له موديل في النوليدج بيز له موديل اي شيء في النوليدج بيز له موديل معناته كل السيجما هاي النوليدج بيز ساتسفايد. انتبهوا مليح بكفي واحد في النوليدج بيس يكون ساتسفايبل عشان تكون كل النوليدج بيس ساتسفايبل. بس اذا بعطيك جمله انت بتحسب جمله. شو بتخلف سؤال علي؟ شو بتخلف؟ شو السؤال كله؟ اه مهم. بس بدي شو انا عارف يلا شو بتكلف هاي عن هاي؟ هون بدك تثبت انه مش فاضية وتحت بدك تثبت على الأقل انه في مدة تحت لا ستودنت وبيرسون مجموعتين مختلفات في أجزاء بجوز تصير بيني لا ها دب هاي كل النولج بيس وهاي أعطيك أنا كونسيبت واحد كونسيبت واحد أو جملة يعني قطعة عصر تعاملت مع هالقطعة هيك كونسيبت قلت كيف عصرها قلت راح اعمل تشيك او راح اثبت انه النوليدج بيز داز نوت انتيل انه كونسيبت هو فاضي. هلا عشان اساوي هاي شو بسوي حمزين؟ ايوه بدي اروح امسك وحده وحده في كلب النوليدج بيز وبحصرها باستعمالها. معناتها هي صح. طيب وبقدر اعمل بسميه شيء بسميه انستنس تشيكينج. بقدر اسال هل جون از بروفيسور؟ هل اي از سي في النولج بيس هاي؟ او هل النولج بيس انتيلز انه اي هو سي؟ ها؟ بعدين ريتريفر اعطيني كل البروفيسورز كلهم ايش يعني؟ بحط ايه الاشاره هاي بقول النولج بيس انتيلز كذا كسنتنس هيك برجع لي كل ايش كل البروفيسورز كل سي او ريلايزيشن بعطيه ايه وبقول له شو نوع هاي ست ريزنينج سيرفيسز. على فكره اللي بدي اقوله انه في منهم كثير هن نفسها كلهم برجعهم عنها كيف؟ ها الكونسيبت ساتسفايبل نعرفها هاي انا شو كيف على فكره شو بسوي فيها؟ يعني بنقول هاي بتكون صح if there exists x such that knowledge base تحال c x هذا مود x هو available مظبوط؟ يعني معناته في موديل واحد لسي في النولج بيز
معناته هاي معناته سي از ساتيسفايد. ستوب اسامبشن. عشان عشان اقدر اجاوبك السؤال كان التالي، هل سي سبسيومز دي في النولج بيس؟ عشان تقدر تجاوبني تروح ممكن تروح تفحص تقول النولج بيس في حال في عندي سي تقاطع ناط دي اي اكس. فيش اي هو صح. هاز نو مودل. هل اذا هاي هاي صح هاي صح. فرجعنا السبسيومز لا ساتيسفايبلتي بروبلم. وهاي الانستنس سيكينج. اذا بدي افهم انه بتقول يعني انستنس سيكينج يعني بسال هل ديما يا بروفيسور؟ هاي في النولج بيس طبعا. هاي شو بتصير؟ وكانه بدي افحص هل النولج بيس اتحاد نط ديما بروفيسور ديما هاز نو موديل؟ طيب مفهوم؟ يعني بمعنى اخر انا برجع كل برجع المشكله لايش؟ مشكله ساتيسفايبيليتي كونسبت ساتيسفايبيليتي. فرجعت المشكله ل شفتوا كيف؟ طيب هلا نيجي ل بدنا ال ال سي ما رجعتكم ايش يقولوا صراحه بس بدي اورجيكم شغله زياده. هذا هو اللي اخذنا لحد هلا مضبوط؟ بدنا نضيف عليهم هذول. ها؟ شو؟ وهلا بنشوف امثله، الشيء بنسميه الكارديناليتي والنيوميريشن، هلا بنشوف شو هو. بقدر اقول، شو تعريف البيزي وومن يا اماني؟ هي اللي عندها اكثر من 3 اولاد. وعندها اكل ايش 3 اولاد؟ اكثر من 3 اولاد. صح؟ هلا اكثر من 3 كيفك بالزمان ما كنتش عارف اقولها مزبوط؟ هلا كيف بقدر احطها؟ بس هاي بتجيش مع الفوكول ها؟ هاي بس مع ذلك زيست. بحط اللي بدي اياه بطريقتها. وشو تعريف الكونشنس وومان؟ اللي عندها اكل من 5 اولاد. طيب لاحظ انه احنا كنا نستعمل قبل شوي هاي صح؟ هاي شو بك معناها؟ هذيك نفسها هاي نفسها بالضبط. واحد شفتوا علي؟ هات نشوف مثال اخر. ميري از وومن وتشايلد وجون از تشايلد وسو از تشايلد وكارل از تشايلد مضبوط؟ هل النولج بيس انتيلز انه ميري از كونشس وومن؟ انا شو بدي اورجيكم هون؟ لازم احط نولج بيس. انا بس اللي بورجيكم كيف تسال السؤال. كيف تسال السؤال فورمالي تعرفوا؟ يعني اقول لكم اجيب لكم بالامتحان اعطيكم شغله واقول لكم اكتبوها بالدسكربشن لجيك واقول لكم ويكتبوا السؤال تبعها تعرفوا؟ او اجيب لكم سؤال واقول لكم شو يعني هذا السؤال تعرفوا؟ اسمعني رولز از فانكشنز. هلا بتعرفوا انه في بعض الريليشنز هي فانكشن. اذا كان الريليشن هاي ريليشن بتكون انت بتكون فانكشن اذا كان واي بتساوي اف اوف اكس. يعني اف اوف اكس برجع قيمه واحد. وعلى فكره اذا كان اف ذا رول ار مثلا اذا فانكشن نقدر نكتبه فيش داعي مرات نكتب الذير اكزيست خلص نحطه هون. لما تشوفوا هاي الاشاره معناته يعني قصدي مثلا شغله ضد كونسبت معناته ايش هاي يعني؟ ليش؟ معناته فانكشن مش ليش. هاي مثال تقراوا لحالكم. هلا في شيء ثاني ممكن تسووه، ممكن تقول شو الويك دي؟ هي مجموعه الـ individuals هذول الـ instances هذول الـ objects هذول. شو الـ week day؟ سوري شو الـ interpretation تبع الـ week day؟ انه الـ man الـ interpretation you الـ interpretation when الـ interpretation. طيب شو الـ citizen؟ شو تعريف citizen؟ مواطن هو person and
اي كانتري بعيش فيه. بعيش في بلد بس. طب فلسطينيا هو سيتيزن اند ليفز ان بس هاي يعني قصدي اقول لكم تقدر مش بس تحط ليفز ان وكانتري، تقدر تحط ليفز ان وتفتح القوس وتحط انستنسز. فهمتوا علي كيف؟ شفتوا كيف؟ مريح الديسكربشن لوجيك، سهل اسهل من تعقيدات الفيرست اوردر لوجيك، اسهل بكثير، اسهل ومور براكتيكال. ها؟ طيب هلا في سؤال بيجي، طب هل يا استاذ في برامج اعطيها الديسكربشن لوجيك واسالها اسئله؟ قبل ما اسال هذا السؤال، هل في شيء هيك للفيرست اوردر لوجيك؟ شو؟ برودكت. اوكي بس اوكي اللي تقدر تكتبه برودكت. طب بالديسكربشن لوجيك اكيد في من الاشهر شيء على الاقل بكى شيء بنسميه ريزر. هلا بكى طبعا هو انتاج جامعه المانيه وهلا صار برودكت اسمه ريزر. وفي كمان في هيرميت، هلا بتوز هيرميت وفاكت بلس بلس وبيل. بيلت الناس في مناس بتحبه لانه بيلت مش اشي مش برنامج بتنزله، هو جافا لايبرريز بس هذول زي تحكوا تعملوا داونلود وراند كانجن. They offer reasoning services وبتقدر تحط فيهم على ايش؟ تقدر تحط فيهم اكثر من نوليدج بيس تعاملوا معه. ولما بتستعملهم زي تحكي they run in the background. هلا عشان اعطيهم الداتا بقدر هاي ما بقدر، هاي مش لغه برمجه، هاي لغه لوجيك مزبوط. طب كيف بدي اعطيهم؟ بدك تكتبها بطريقه ثانيه، يعني اشارات زي هيك. هاتوا انجلا اشارات زي هيك، هاي موجوده بالكيبورد، فانا شو بساوي؟ او زي هذول مش موجودات، فبنكتبها بطريقة XML بس نفس المعنى ولا اشي. شو هاي معناها؟ implies concept atom name student وconcept atom name person. ليها سينتكس صغير، يعني اشي تافه بال XML تحطه لأي واحد. على فكرة هذا السينتكس موديل، هذا السينتكس ماله اسمه ديك. كل ان بفهم ان ديك، تعطيه ان ديك تسأل السؤال تبعك. ايه هلا هاي بس ال ويب سايت تبع ديك، يعني للمور ديتيلز. انا بطلبش منكم ديك لانه طلع شيء جديد اسمه اول، اسمه اول. اول هي لغه الانطولوجي. هذا تعرفين شو الانطولوجي؟ ديفينيشنز مكتوبه بايش؟ ديفينيشنز مكتوبه في ديسكربشن لوجيك. انت بس برضه انت بتقدر تعمل من عندك. هلا بطلبش منكم الديك بس بشرح لكم اياه. اتس فيري انترستنج انك تعرف شو ديك. وأول أنا بالآخر بطلب منكم شغلة، هلا بتشوف. هاتوا نشوف. هاي يو ار ال هاي. توديه إلى الريزر بتقول له نيو نولج بيس. ها؟ الريسبونس لما يرجع لك إياه برجع لك إيش؟ هاي وهاي وكأنه نولج بيس يو ار اي، وكأنه من هون لهون اسم النولج بيس اللي هو بنى لك اياه، بتقول له ابني لي نولج بيس. برجع لك بنيت لك النولج بيس واسم هكذا. فهمت علي؟ هلا بعدين بناها. This URI should then be used. هلا اتفقنا؟ قلت له ابني النولج بيس او انت قلت لي ابني النولج بيس. هلا شو رجعت لك؟ بنيتها وهي اسمها. هلا تقدر تستعملي اسمها
عشان تشتغل الامتكية. فدائما في اشي تنقسم الاسئلة الشغلة اللي بدي اياها لنوعين، يا انا I tell you او I ask you. كيف؟ يعني يا بقول لك tell you يعني ايش؟ خذي هاي خسنيها في النولج، بدي فيها عن النولج بيس، خذي هاي بدي فيها عن النولج بيس، خذي هاي بدي فيها عن النولج بيس. او بس. فاذا في عندي شو تعريف، شو تعريف سائق؟ هو الشخص واللي بيسوق على الاقل فيكل. كيف بكتبها؟ هاي بالطريقه هاي بكتبها بالاكسبلر بالديك. ديفاين كونسبت اسمه نيم اسمه درايف ايكوال سي ايكوال ايش؟ كونسبت اسمه درايفر اند هو شخص صم، هاي اسمها صم، صم درايفز هاي الرول نيم وهي الكونسبت اتوم فيك. هيك كتبت. وعلى فكره هاي في اكثر من شغله، يعني التل اوامر التل هاي انتبهي. انت بنيت النولج بيس عندك، هلا شو قلت لك انا التل وديتك مسج ثاني، المسج مكتوبه هيك، المسج على فكره بكتب في كلبه اني نولج بيس بقول لك تل خذي حطي في كلب النولج بيس المعلومات التاليه، حطيت اللي هي هاي منيح. هلا تقولوا انه التل في اكثر من كوماند علي، في اكثر من كوماند للتل اللي هن هون. وفي هلا اس بدي اسال، شو بدي اسال؟ هل النولج بيس انتيلز فيكل؟ يعني هل الفيكل ساتيسفايد بالكونسيبت؟ بس كيف؟ بقول اس النولج بيس هاي وحطيت انا اللي بدي اياه، وبقدر اسال اكثر من سؤال بنفس المسج. هل ايه او اعطيني كل يعني ask for all those concepts assumed by the description given، يعني كل الدرايفرز، اعطيني كل الدرايفرز، بسالها بالطريقه هاي، اعطيني كل درايفرز. فهذا السؤال تبعي كتبته هون باللوجيك مزبوط، وبترجعي لي الجواب. او اسال سؤال ثالث، هل جون سميث او شو نوع جون سميث؟ ماشي، هاي كل الكوماندز تبعت الاصل شفتوها؟ مطلوب منكم تفهموها، مش كفكره، مش كفول سينتاكس ل هل لحد هون بجوز تسال حالك سؤال؟ معلش بدي منكم خمس دقائق. بجوز تسال حالك سؤال ولا ليش كل هذا استاذ؟ شو بدنا فيه لوجيك؟ شو بدنا فيه لوجيك؟ عشان النولج بيس. ليش بدنا النولج بيس؟ هلا بدي اورجيكم على فكره شو التايتل تبع المحاضره؟ ديسكريبشن لوجيك اند بزنس رولز. شو يعني بزنس رولز؟ خلينا نشوف. هلا حتتفاجئوا انه ليش بدنا اياه وليش بنزل. بعطيكم امثله كيف نستعمل ديسكريبشن لوجيك للكونسبتشوال موديلين والبزنس رولز. انت شو هاي الرسمه؟ ايه علي صوتك؟ ما سمعتش كيف شو الكاميرا؟ كلاس دايجرام. كلاس دايجرام. بتعرفوا يوم ايه الكلاس دايجرام؟ طب عمركم فكرتوا انه ممكن تعملوا اغلاط منطقيه فيه؟ طبعا احنا ما بنحكيش على اكزامبلز صغيره، لما تعمل شيء كبير ممكن تعمل اغلاط منطقيه فيه ولا لا؟ وين الاغلاط المنطقيه هون يا اماني وحمزه؟ ماله؟ هو على فكره اول شيء نقدر نكتبه بالفيرست بالديسكربشن لوجيك كل ستيودنت هو بيرسون، وكل بي اتش دي ستيودنت هو بيرسون، كل امبلوي هو بيرسون، كل بي اتش دي ستيودنت هو انترسكشن بين هذول الثنتين، والانترسكشن بين هذول الثنتين هو فاضل. هلا بنقدر اول شيء
شفتوا كل اليوم ال دياجرام تقدروا مالكم ايش تساوي فيها تكتبوها بالدسكربشن صح؟ صح. بعدين تقدروا تسالوا هل النولج بيس ساتيسفايبل؟ هل الكونسبت سلان ساتيسفايبل؟ هل هاي امبلايز هاي؟ يعني بنقدر نعرف انه هاي الخط فيش له داعي من هون لهون فيش له داعي خلص ما هو هاي جاي هون مزبوط؟ فيش داعي احطه هون واذا كمان الهاي ذيس جوين هذا دائما امتي هذا المثال يلا يعني ونصلي شو؟ اول شيء نعمل له ماب على النولج بيس كل سوبرفايزر هو او تعريف السوبرفايزر شو هو؟ هو الاشي اللي سوبرفايز امبلوي بس عنده بالضبط قديش؟ قديش امبلوي؟ اثنين ايوه اثنين بعدين شو تعريف الامبلوي؟ هو سب تايب السوبرفايزر ها؟ في غلط هون؟ طبعا في غلط كيف تصير؟ شو تعريف السوبرفايزر؟ شو تعريف المشرف؟ كل واحد بيشرف بالضبط على قديش امبلوي؟ اثنين وكل امبلوي هو سوبرفايزر، كيف تصير كمان كل امبلوي هو سوبرفايزر؟ لوب لوب فمنقول it implies the class employee and supervisor necessarily contain an infinite number of instances since legal role description are finite ما بنقدرش فيش شيء اسمه infinite possible role satisfying the constraints imposed by the conceptual schema the schema is نسميها inconsistent كيف ممكن باليوم قلت لك زي هيك ولا لا يعني شلت نورا هذا المثال هذا المثال على فكرة هذا يوم ال ها ار ديجرام وها او ار ان عرفتيها من هون هلا وبرضه يعني كل ما تكتبوا يو ام ال ديجرام وكل ما تكتبوا اي ار يو ام ال واي ار ديجرام فكرة الديسكريبشن لوجيك اليوم اذا ساعدكم شو تساوي؟ تلكوا الاغلاط هو الغلطه هو طلعوا علمتكم انا واحد اللي بدك اياه مهن نفس الشيء ما في لوب فيش لوب لا غلط انا في لوجيك في اكثر من بروجكت راح يكون فيش داعي لهذا مع انه هاي واحد او طبعا فيش داعي لهاي او يعني في مشكله خلل هو او في هو ما هو هاي شو معناها لما التوب مانجر هو من الامبلويين شوي لما التوب مانجر هو كمان هو كمان هو امبلويين وهان تيجي بتقول اي سوري سوري انا هاي اللي في السنه صحيح لازم تحط صح مانجرز اللي هي المانجرز بروجكت بتعمل له ابسكريبت هذا بتعمل له امبلمنت احسن من هلا هاي بتقول البروجكت مانج باي امبلوي مانج باي امبلوي وركس فور ا بروجكت ومانجرز وكانك بدك تقول امبلوي مانجرز ا بروجكت والتوب مانجر هو امبلوي خلينا من هاي خليها يعني حول هذا الخط حتى تنك لهم شو استفدنا؟ هاي اجباري وهاي اجباري لما تيجي تعملها بضربين الكونسترينس هذول مع بعض طيب على كل حال هاي الامبلوي لازم يشتغل في مشروع واحد على الاقل مش على الاقل اكزاكتلي واحد والتوب مانجر هو امبلوي وبيشتغل كمان على بروجكت واحد هل هاي ساتيسفايبل هل وركس فور بروجكت سوري انا هون السؤال هل وركس فور بروجكت امبلايز مانجز دوت بروجكت هاي طب هاي فيش داعي اشرح لكم كلهم انا بس قديش حطيت لكم كثير ايش امثله
حطيت لكم كثير امثله من هذول الامثله انتم هلا تدرسوهم بتدربوا حالكم قبل ما تشوف هاي تحاول تكتبها بالدسكربشن لوجيك وقبل ما تشوف يعني قصدي كل الامثله اللي حطيتها تحاول شو تساوي تدرب نفسك شو تساوي تكتبها بالدسكربشن لوجيك وتفحص هل فيها contradictions او فيها يعني unsatisfiabilities او implications. تخيلوا بس هذا سؤال حمزة. تخيل حمزة لو انا بدي اعطيك هلا مشروع تخرج تسوي لي اياه. عارف شو؟ تعرف انتوا بس بتستعملوا شو؟ انو برنامج بتستعملوا اليومين؟ الايدرو والاي ار برضه جميل. لو انا بدك انت تعمل بلوج ان اكستنشن للايدرو تاخذ تخلي الناس ترسم يو ال واي ار وتروح تجيب ريزر تحطه بالباك جراوند تحول رسمات الناس من هاي رسمات لايش؟ ديسكربشن وين تروح توديها؟ الريزر تساله تروح ترجع الجواب وتعلم الغلط لما اماني ترسم تقول ايش؟ او طلع ايش احمر هون ليش هاي غلط؟ ليش هاي صح؟ ليش هاي كذا؟ ترى هذا الكلام شو معناته؟ نخلي كل الناس يرسموا صح. هلا هذا ليش مش موجود لحد الان بالايدرو؟ لانه هذا العلم مش قديم، هذا العلم جديد جدا. كمان شيء ثاني شيء حلو جوال مش عندها بزنس رولز او الوطنيه او شبكه اتصالات كل مثلا طلع شو بقول؟ كل واحد كل كاستمر بتصل ساعة من ثنتين للأربعة الصبح وبتصل على الدولة الفلانية وبيكون عنده كارت وبيكون مش عارف كذا وكذا وكذا اعطيه كذا بعدين لما الكاستمر هذاك بيساوي كذا وهذاك بيعمل كذا يساوي كذا لا اوب 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 قديش بزنس رول عندهم؟ آلاف. هلا فكركم بغلطوش فيهم؟ قد يحطوا بعض الرولز مش شرط بس تبقى implying each other contradicting each other ممكن تكون implying each other. ايش يعني implying each other؟ يعني زي اللي بيكون كل واحد لابس جاكيت اسود يطلع برا وكل واحد لابس جاكيت يطلع برا اني implies مين؟ اني لازم احذفها الاسود او زي اقول كل واحد لابس جاكيت ابيض او جاكيت ازرق يطلع برا بعدين كل واحد لابس جاكيت اسود بدي اعمل له امتحان كيف لازم تركب فتخيل لو انك عملت مابين لكل الرولز لا في ديسكربشن لوجيك وسالت ريزر شو بصير عندنا نقدر نعرف الكونتراديكشن اللي هي بسميها انا بجز في السيستم مرات وبنقدر نعرف امبليكيشنز الامبليكيشنز ليه مرات بتشوف طب كل من الامبليكيشنز لانه اذا ضلت الامبليكيشنز بصير السيستم ماله بطيء مزبوط فيش له داعي فاهم علي؟ فيش له داعي كيف يعني فيش له داعي؟ يعني ليش اقول كل واحد لابس جاكيت اسود يطلع ظل هو؟ ماني قلت كل واحد لابس جاكيت يطلع ظل فيش له داعي فعشان انفذه بكلف وقت مزبوط ففيش بدا هلا انا خلصت المحاضره تماما وبامل انكم استمتعتوا مع الديسكربشن لوجيك بديش ولا شيء منكم الا شغله صغيره لا ترى بدي اسال علي بكلفك كثير تجيب لي يوم ال دايجرام فيه 7-8 كلاسز ترسمهم بعدين مش مهم وين بكلفة؟ لا يعني كده يبدو ساعة بصير نجيب شيء جاهز بصير بس ما يطلعش نفسكم ما نفسكم كلكم ممتاز جدا اذا بتجيبي مشروع التخرج بحب احسن تجيبي مشروع التخرج عشان تروحي تراجع مشروع التخرج تبعك بعد هاي المحاضرة بتجيبي يوم ال او اي ار بابو 10 كلاسز تحطهم تكتب لي اياهم بايش؟ بالدسكربشن لوجيك بديش منك توديهم على ريزر بس اكتب لي اياهم بدل حطي عندها شيء في امبليكيشن
وإشي فيه contradiction. بس ضيفي عليه implication و contradiction. وبس حطي لي سؤال زي هان. اسألني ثلاث أربع أسئلة زي هيك. وين عندي أسئلة؟ هل كذا زي هذا هيك زي هذا بس هاي assignment يعني صراحة خلينا ما بعملها بونص على علاماتكم وبتكمل الفكرة ماشي؟ يعطيكم العافية.